ميت، انا زهقت منك. على فكرة انت فاهمة غلط. فاهمة غلط ايه؟ انك متجوز ومخلف وكمان صاحبك لسه عايش؟ دي ما لهاش علاقة بدي. انا شكلي استلمت جثة غلط في المستشفى. لا اله الا الله، يا ترى ده فانت مين دلوقتي؟ ده زمان اهله قلبين عليه الدنيا. عموما حصل خير، الحمد لله على السلامة يا يوسف، نورت بيتك يا سيد المعلمين. استاذ وسام، هو احنا لما اسم الدكتور سهام. دكتور سهام، لما كنا في المستشفى وحضرتك سبتني ومشيت، رحت فين؟ سبته؟ امال كنت بتعيط على مين؟ يا جماعة يا جماعة، أنا استلمت جثة غلط قلت لكم. شفتي بقى إن يوسف كان في المستشفى وأنت ظلمتيني؟ لا والله. يوسف مين؟ أنا ما اسميش يوسف، أنا عبد الرحمن، عبد الرحمن حسين سليمان. لا ثانية واحدة كده، إيه موضوع عبد الرحمن ده يا يوسف؟ مالك يا علي، هيكون إيه موضوع عبد الرحمن يعني؟ تحويرة من تحويراتهم، بيكذبوا عشان يغطوا بقى على فكرة متجوز ومخلف. لكن أنا هتعب نفسي ليه؟ أنا هنزل بنفسي أروح المستشفى وأجيب قرار الموضوع ده. عاجبك كده؟ عاجبني إيه؟ أنا مش فاكر حاجة. هو إيه يا سهام؟ هو ليه طريقته كده؟ تحس كده إنه مش عارفنا. أصل هو يا ماما فقد الذاكرة في الحادثة. والله؟ وانت عرفت منين بقى ان هو فقد الذاكره؟ هو مش كان ميت؟ لا، ما هو اصل هو يوسف كان وشه شاحب كده وقاعد مهموم وعينيه مغربه، فكل دي علامات فقدان الذاكره. ده الاستنتاج بتاعي يعني. بص لي كده يا ابني، هو انت فعلا مش فاكرنا خالص؟ والله حضرتك انا ما اعرفكم. طب طالما انت يا بودا بقى مش عارفنا، ممكن تقول لي ازاي عرفت تيجي للبيت هنا؟ من المستشفى، في المستشفى قالوا لي العنوان بتاعك، رحت لك على الشقه بتاعتك، البواب قال لي مش موجود، واداني العنوان بتاع والدتك، فجيت على هنا. يا عيني، ده شكله مش فاكر حاجه فعلا. لا فاكر، انا عايز اعرف ماما ومراتي فين. مراتك؟ هو انت متجوز؟ هو مين حضرتك؟ هو انت مش فاكر حاجه خالص؟ انا علي خطيبتك. خطيبتي ازاي؟ انا متجوز ومراتي حامل. طب وطالما مراتك حامل بقى ما رحتلهاش ليه؟ رحتلها، رحت الشقة ما لقيتهاش، والمصيبة لقيتني بايع الشقة من 6 سنين. رحت الشقة عند ماما ما لقيتهاش برضو. رحت المطعم بتاعي في المهندسين لقيته بقى جاليري. أنا في 9 سنين من حياتي ما عرفتش حصل فيهم إيه. أنا ضعت، أنا مبقاش ليه أهل. إحنا كلنا عيلتك، ودي عالية خطيبتك، هتفضل معانا هنا لحد ما ربنا يشفيك ويعافيك يا رب. يقعد فين يا ماما؟ جرايه سهام هيقعد معانا هنا، هيقعد معاك في اوضتك. وانت مش قلت ان هو ميت؟ وانا كنت مت وصحيت. يعني انا عارفه ان هي مش مقاسك، بس قلت حاجه تنام بيها. لا تمام، كويسه. ايوه حلوه عليك قوي. انا متشكر قوي انسه عليها.